نبدا بترامب بعد اذن حضرتك. يعني ازاي شايف المشهد في الانتخابات، التجهيز للانتخابات عموما؟ يعني طبعا احنا دخلنا في قلب العام الانتخابي، وافترض انه هذا العام الانتخابات التمهيديه في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري ستنتهي اواسط العام الجاري، ثم يبدا المشهد الاخير في الانتخابات. الوضع الى الان انه ترامب متفوق على بايدن في استطلاعات الراي، لكن هناك اسئله عديده تحوم حول امكانيه وجود اعاقات قانونيه لترامب في اخر لحظه. زي ايه؟ زي القضايا العديده المرفوعه ضده وامكانيه صدور حكم، ولو انه قواعد القانونيه العامه في امريكا المعلومه لا تمنع حتى سجينا من خوض الانتخابات الرئاسية. لو مسجون في امريكا يقدر برضه يترشح؟ مسجون يقدر يترشح. فهنا الفكره انه ترامب قد تصدر ضده احكام بالسجن او باشياء من هذا القبيل، سنكون امام مشهد يبدو كوميديا مع توليه الرئاسه ان فاز. ترامب لانه اذا فاز هنجد انفسنا امام توقع ان يصدر حكم قرارا بالعفو عن نفسه. يعني هذه الخروقات الموجوده في النظام القانوني الامريكي. لكن اذا مشت الامور على حالها فغالب الظن انه بايدن قد يخسر هذه الانتخابات. لانه هذه هي استطلاعات الراي الان، ثم ان ترامب يتقدم في انتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بلا منافس. أكثر من ذلك، منافسه الأكثر ثقلا دوسانتوس حاكم ولاية فلوريدا أعلن تأييده لترامب وخروجه من المنافسة. كان ليه تصريحات عنصرية شوية دوسانتوس؟ كلهم لهم تصريحات عنصرية، لأن الحزب الجمهوري في السنوات الأخيرة انطوى في كثير من أجنحته على فكرة اليمين المتطرف أو سيادة النزعة، نزعة الرجل الأبيض أو الواسب أو أشياء من هذا القبيل. طبعا بسبب مؤثرات محلية وعالمية. هل ترامب سيكون دواء لأمريكا؟ أمريكا داؤها بلا دواء. ليه؟ هذه قوة عظمى سلت هذا العالم لكثير من العقود، ثم بلغت ذروة سيادتها في ما بعد انهيارات موسكو الشيوعية في أوائل التسعينيات، وصارت كما نعرف كما يقول أحيانا القطب العالمي الوحيد، لكنها في الجوهر صارت قوة سحرية لبعض السنوات. يعني مرهوبة يخاف الناس من قوتها، اتنين مرغوبة يريد الناس الذهاب إليه. هذه هي اللحظة الذروة في الحضور الأمريكي في تاريخ العالم. طبعا حسب قوانين سقوط القوى العظمى وصعودها، بول كينيدي المؤرخ الأمريكي من أصل بريطاني تنبأ قبل ذلك بسنوات، قبل انهيارات موسكو الشيوعية أوائل التسعينيات، بأن هناك مشكلة في القوة الأمريكية، هناك تركيز على السلاح بأكثر من التركيز على الاقتصاد، ومن ثم ضعف الاقتصاد قد يهدم قوة السلاح أو احتياجات السلاح المتنامية. أمريكا الآن عندها ميزانية حربية سنوية نحو 900 مليار دولار سنويا، وهي ترعى ما وصل لبعض الوقت إلى 800 قاعدة أمريكية حول العالم، الآن يتحدثون عن اختصارها وغيره. ترامب ظاهرة ترامب، نحن دائما نضع ترامب في زاوية معارضة أو مناقضة لباراك أوباما قبله أو حتى لبايدن بعد. هذا ليس صحيحا على وجه الإطلاق. من أول انتخاب باراك أوباما هذا الملون عكس بدرجة أو بأخرى ميلا داخليا لدى القوى الأمريكية إلى التواضع. تواضع يعني إيه؟ يعني القول بصورة ضمنية أننا لسنا مؤهلين لقيادة هذا العالم الذي تتغير كثير من معادلاته في الاقتصاد والتكنولوجيا والسلاح، لأن هناك قوى أخرى نمت صارت تشكل تهديدا أو تأخذ من الكعكة الكبرى بتاع احتكار القوة. طبعا هذا الصعود حول في الأربعين سنة بنرى الآن تجلياته الخطرة جدا العنيفة جدا في مرحلة التحول العنيف من عالم وحيد القطب إلى عالم تعدد الأقطاب بانفجار الحروب في غير مكان.
طب حضرتك ذكرت انه ترامب ما في يعني الناس بتخطئ احيانا وتعتقد انه في فرق كبير في سياساته بين سياسات اللي قبله اوباما وبايدن اللي بعده. طيب خلينا نتكلم فيما يتعلق بعلاقات الولايات المتحده الامريكيه والصين تحديدا، لانه طبعا قوه عظمى يعني لا بايدن لما يطلع يصرح يقول انا لو رجعت رئيس تاني للولايات المتحده الامريكيه انا هفرض 60% رسوم جمركيه زياده على المنتجات الصينيه، هل ده يعمل قلق؟ هنا الفرق بين الاتجاه ترامب واتجاه بايدن في التعامل مع القوى العالمية الصاعدة. أولها الصين طبعا، الصين مهيئة ومرشحة لأن تجلس على عرش العالم في الاقتصاد، بين تقديرات حتى لصندوق النقد الدولي أنها جلست بالفعل من سنوات بالمقارنات على أساس القوة الشرائية للدولار، وفي كلام أنه بالأرقام المجردة الأقل الأكثر في عام 2028 يعني بعد 4 سنوات سوف تصل إلى عرش العالم في الاقتصاد وفي التكنولوجيا. هذا لا يعني أن أمريكا ستختفي، أمريكا تبقى نمرة 2 باختصار، يعني سيحدث تبادل للأدوار في الاقتصاد. وطبعا في التطورات السلاح وغيرها في تفاصيل كتير، القوى الإجمالية لأمريكا لازالت رقم 1 في كافة الأسلحة، لكن في أسلحة بعينها زي مثلا الأساطيل البحرية العسكرية الصين رقم 1 الآن، تليها روسيا ثم أمريكا، فهكذا يحدث تغير في الصواريخ الأسرع من الصوت بمرات وكذا، في تفوق روسي وصيني ثم أمريكا وهكذا، لكن في القوى الإجمالية، لكن هذه القوى الإجمالية أيضا هل تشكل استنزافا لأمريكا أم فائدة لأمريكا لحفظ مصالحها؟ الواقع أن أمريكا تسلك إزاء قوى العالم الصاعدة سلوكا إذا تأدبنا فيها نقول أنه سلوك عصبي حاد. إذا أزحنا هذا التأدب جانبا سنرى أن أمريكا تتصرف بحلاوة الروح، بتخبط في كل مكان. وطبعا الشرق الأوسط بيئة طبيعية لنرى هذا التخبط. ليه يا فندم حلاوة روح؟ عشان في قوة تانية عمالة تظهر أخرى وهي يعني مش عارفة تحجم القوى الأخرى دي. في النهاية أنت عندك أمريكا ذهبت إلى العراق لكي تتحكم في المستقبل. لما ذهبت إلى العراق تصورت أنها ستبني قصرا فإذا بقى تحفر لنفسها قبرا، لأنه بتتاليات الحوادث صنعت القوى الإيرانية، وبتتليات الحوادث مستمرا إلى الآن بالتزاماتها في المنطقة بوحدتها الاستراتيجية إلى جانب إسرائيل، هي تجد نفسها في وضع مفترض أنها لا تحسد عليه، لا هي قادرة على التصدي لجماعة الحوثي ولا للجماعات الموجودة في العراق. هي تضرب طبعا وتضرب عمليات نوعية كالتي جرت أمس وغيره، ماشي. قبل ذلك ترامب بنفسه قتل قاسم سليمان، لكن ماذا يعني ذلك؟ لا شيء على الإطلاق، لأنها تواجه عدوا جديدا في إطار حروب غير متناظرة، ومن ثم فهي غير قادرة في أي وقت على تحقيق نصر حاسم. طيب ده بالنسبة ل يعني في حالة فوز ترامب أو بايدن، بالنسبة لما يتعلق بملفات السياسة الخارجية الأمريكية، لينا كشرق أوسط مين لينا أحسن لنا؟ قبل لينا كشرق أوسط مين أحسن لنا؟ هناك هامش الحزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي؟ هناك هامش من الخلاف بين الجمهوريين وبين ترامب وبايدن، عشان بس ما نعذبش الناس معانا. بايدن يرى انه روسيا عدو اول والصين ايضا عدو اول. لا ترامب يرى انه الصين هي العدو الاول بشرطه في مقابل تسامحه مع روسيا. تسامحه مع روسيا يعني ايه؟ يعني ما لا يرى مشكله في روسيا فوق انه شديد الاعجاب بالرئيس الروسي بوتين يعني. فهنا طبعا الأثر المباشر سنأتي إليه، إنما بالنسبة لنا استقرت الصورة من سنوات وليس الآن. هل ممكن تبقى واحدة على قاعدة أنه المتغطي بالأمريكان عريان في هذه المنطقة؟ نهاية. 2 محمود درويش شاعر فلسطين العظيم له شطرة شعر تقول أمريكا هي الطاعون والطاعون أمريكا. هذا هو وضع أمريكا شعبيا في المنطقة من قديم الزمان، ثم زاد إلى الآن بحرب الإبادة الجماعية التي تشارك فيها أمريكا إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين. طب